الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نحن كجمعية أمين مال الجمعية الدولية للأعمال الاجتماعية. أنا بالنسبة ديال هذا الشخص هذا كنتدخل وكان نوب على هاد الساكنة ديال هاد الدوار اللي حنا كنتواجدوا فيه، دوار ولاد الدهري، وكاين الدوار المجاور، الدوار ديال ولاد محند. هاد الدوار هذا كتسمى شي القطينة ديال الساكنة ديالو حوالي 45 عائلة، النسمة ديالها راه كتفوق 300 نسمة أو أكثر، ما عندناش الاحصاء مضبوط. والدوار المجاور كذلك حتى هو فيه ازيد من 50 عائله اللي كتقطنع حتى هو 400 او 500 نسمه. هاد الدواوير هادو هما بالخصوص مجاوره، اغلبيه الدوار اللي مجتمعه. وعندنا الدوار الثالث عاود في الدوار اللي كتقولوا ولاد الميلو، حتى هو عاود فيه واحد العدد ديال العائلات، ما عندناش الاحصاء ديالهم. كاين عاود تريشات ولاد بن علي. المهم كثير ديال الدواوير اللي كاينه هنا فيها الخصاص ديال عندها كتحتاج لهاد الماء، هاد المادة الحيوية ديال المياه اللي هي تكون إن شاء الله غادي كنتمناو إن شاء الله من السلطات المحلية، ونتمناو إن شاء الله من جلالة الملك باش يراعي لهاد المعاناة ديال هاد السكان اللي كيضروا لهاد المياه. وأنا يا شخصيا كان عندي هاد الجرار وهاد الصهاريج اللي كننقل بها الماء للدواوير، والماء كان نوصلو لهم ب 100 درهم لهذا السيتير هذا فيه 4 لتر. وبعض الاحيان كتكون هذه الساقيه هذه موسخه، هما كيضروا هذه الساكنه باش غادي ما عندهمش من غادي يجيبوا هذا الماء، كيضروا غادي يستعملوا هذه المياه هذه، واخا المياه عادمه من بعض الاحيان كتكون عادمه غير صالحه للشرب ولا للاستعمال. كاين اللي كيجيبها وكيدير فيها الجافيل وكيخليها من بعد يومين ثلاث ايام عاد غادي يستعملها. ومع هاد حنا حتى انايا كنضطر عندي كيكون دابا مع الاسعار ديال المازوت اللي غلات كنبغي نزيد على هاد الساكنه من فوق اكثر من هاد 100 درهم. انا في الحق راه خصني 15000 فرانك ولا اكثر باش غادي نجيب الماء البيخي، ولكن ما قادرش نزيد على هاد الساكنه. هما من الاهل الله يحسن العون ديالهم، ما غاديش ناس فلاحه، ناس مساكن، راه ناس ضعافه، راه كيضطروا باش غادي شي هذا راه شي قاسي عليهم. ولكن حنا كنتمناو من السلطات باش يقربوا لنا المياه، المياه الصالحه للشرب. وراه كاين الدوار ديال ايموسات بعيد علينا بحوالي 4 كيلومتر عندهم الماء، وحنا مازال ما وصلناش الماء. هذوك وصل لهم دابا منذ 6 سنين وهما كيستعملوا المياه، وحنا يعني ب 4 كيلومتر بيننا وبينهم وما كاينش المياه. جهاد ولاد شعيب بعيده علينا ب 5 كيلومتر عاود عندهم المياه دابا هذه منذ 10 سنين، حنا مازال ما وصلناش هذه المبادره هذه. والشاطو عندنا قريب لنا الشاطو ديال العمران بكيلومتر 700 حتى 2 كيلومتر باش قريب لنا هذاك الشاطئ، ومازال ما استفدناش حنا بهذه المياه هذه. واش فوقاش غادي نستافدوا هذه السكينه؟ واش وكاين الناس اللي عندنا كيعانيوا من امراض ديال الكيلي وما هذا بسبب ديال هذه المياه، انما ما كاينش الشماء اللي هو صالح باش غادي يستعملوه. والسلام عليكم. واش السلام عليكم. بالنسبه للكلمه اللي قال على الماء، عاوداني عندنا المشكل ديال المدرسه، ما كتشوف المدرسه شحال بعيده علينا من هنا، شي 4 كيلومتر عندنا، ما كاين لا طريق لا والو، كاين واحد الوادي الا صبت الشتاء كيتقطع، الدراري ما كيقدروش يمشيو يقراو. من بعد ذاك الواد كاين عاوداني كاين السدر، كاين فيه الحلو، كاين المهم كيتكرفسوا الدراري بزاف. عندنا عاوتاني كاين واحد المدرسه عاود من هنا شي 5 كيلومتر، كاين الطريق ديال السكه ديال التران، كاين الطريق ديال الطوموبيلات. وحنا عندنا هنا البلاد السيد وهب لنا هنايا، دفعنا لهم الطلب مازال ما ردوا علينا والو. دابا راه شي عامين ملي دفعنا لهم مازال ما كاين والو، كنطلبوا من وزاره التربيه الوطنيه باش يشوفوا لنا هاد الوليدات هادو. حنا قريناها في هذيك ما استفدنا والو، حتى حاجه ما استفدنا منها. وعندنا دابا البنات هما هنا، البنات هنا عمر ما كيقراوش، ما نقدروش دابا نحيوهم حنا في هاد الطريق هذه هنا، ما نقدروش نحيوهم باش يمشيو للوالد ولا السدر ولا الطريق بعيده بزاف. كنطلبوا من وزاره التربيه الوطنيه باش يشوفوا لنا هذا الطالب هذا، الا كون يهديهم الله والمندوب الجهوي حتى هو يشوف لنا هذا الطالب هذا يشوف. والطلبه راه حنا دافعينه دابا راه فما عندهم وزاره ولهاد كيعانيو من هذه المسافه اللي كيقضيوها يوميا، كيقضيو 3 كيلومتر مشيه و 3 كيلومتر مجيه، ما كيستافدوش من هذه الدراسه، قليل اللي كيستافد شي حاجه. كيقراو مثلا 15 حتى 30 تلميذ اللي كتقرا، ولكن كيتخرج واحد التلميذ اللي كينجح او زوج ولا ثلاثه، هذا الشيء اللي المهم اللي عنده شي ذاكره قويه، اما الباقي كيقضي ديك الذاكره ديالو كتمشي غير مع الطريق وكتجي داك الشيء فين كتفنى. والطلب بالخصوص بالطلب، قدمنا الطلب للنيابه هذه 2009 وقدمنا في 2011،
وتولينا عاود راقبنا هذاك الملف في 2013 وخصوص في 2014 وفي هذه السنه ديال 2016 قال لك صافي راه دابا راه هاد الملف ديالكم راه داز في السيستم وغادي تستناو. وهاد السيمانه اتصلت مع السي انيس اللي كاين تما في التخطيط، قال لك اودي راه البرنامج راكم دايزين فيه وراه كنستناو الاكاديميه، وعاود مع السي عبد الواحد اللي تما النائب ديال بعد ديال وزاره التربيه الوطنيه اتصلت معه شخصيا في نهار الاثنين اللي داز هاد الاثنين، قال لي راه صافي غادي ندخل لداخل وغادي نشوف نراقبوا هذاك الملف. ملي دخل عيط اتصل معايا قال لي اودي راه مازال شويه راه كنتسناو الاكاديميه ترد علينا، ما ردتش علينا وحنا كنتمناو. كامل الملف راه مساي 52 عاود درنا الملف الملف ودابا حاليا راه كنتسنى ما تشوفوا كاين اللي اضطر خرج التلاميذ ديالو، كاين والتلاميذ اللي تفوقوا وفاتوا وصلوا السنه ديالهم راه ما كيمشيوش هما كيتقاعد. يعني كنقول الطريق الوطني رقم 19 كتعاني من حوادث السير بزاف، كنخافوا من التلاميذ باش يجيو يقطعونا من هذا الجي، كنخافوا من حوادث السير على عاود الطريق ديال المشينا، عاود كنخافوا من التلاميذ من الناس المدرسه بعيده شويه. الله يجعل الناس المسؤولين يديروا شي مدرسه لهذا الجي ان شاء الله قريبا نسكن ان شاء الله بحول الله. وعاش الملك وعاش محمد السادس. كنهضروا على المشاكل ديال هذا الماء اللي راه حنا في الغبينه يعني مقهورين في واحد البلاصه اللي ما وصلناش الماء. كاع حد الناس اللي على اللي من ديالنا عندهم الماء، في ولاد شعيب عندهم الماء وفي موساتن عندهم الماء وحنا ما عندناش، وهاد الجيران اللي كيتشكاو ديالنا اللي كيتشكاو حتى حنا مضرورين مع بحالهم ونفس المشكل. دابا حنا كنسقيو من الساقيه، فيها الماء خايب، كلشي كينتظر فيه، كلشي كيشوف فيه، المسؤولين كيشوفوا فيها، وعندنا غير الجابيات كنعمروا في الجابيات، وذاك الماء ما صالح لا للشرب ما صالح حتى لشي حاجه وما لقينا عليه فين. ويعني راه كلشي مضروب، هذيك لا في الصبيان لا في الناس الكبار لا بغينا زعما هاد الناس اللي مسهولين. الناس كتعيني بهذا المرض الكيني ديال الكلاوي، الله يستر، موسخ، ما فيه حتى شي حاله يعني اللي كتعجب. والله نطلبوا الله وسيدي رب العالمين والمسهولين ويكونوا معنا ويشوفوا في هذه الحاله اللي رحنا فيها، يعني رحنا ضايعين. وعيش الملك ويحيى سيدنا والصحراء المغربيه. على اشرف المرسلين إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكيف هاد الناس هنا من هنا من حسب الركان، ما كاينش من هنا حسب الركان عندهم الماء، ولاد شعيب كاين عندهم الماء، موساتن هنا عندهم الماء في الخلا، هنا صحاب الدوير ما كاينش كيلومتر ما بين الدويرية وموساتن، وما كاينش ما بين ولاد شعيب والدويرية كيلومتر. علاش زعما هنا ثم كاين الماء وهنا عاطين لهم الماء وهنا ما عاطين لهمش الماء؟ النقل المدرسي فين ما مشيت كاين المدارس كاين الطوموبيلات، الا الدويرية اللي خاطيها مسكينه ما عندهم، منسيين هاد الناس منسيين، ما عندهمش ما كاينش عندهم هنا شي حاجه هنا نهائيا كاع والو، ما عارفينهمش لا كاينين ولا ما كاينينش. الناس هنا بالجبل، السبيطار راه مينو في واحد البلاد بعيده ما توصل له 13 كيلومتر، عاد توصلوا للسبيطار، عاد توصلوا المراه. الا كانت هنا غير المراه بغات تولد هنا اي خصنا حمار باش نوصلوها للقدرون يديها، خصنا زايله هنا، ما كاينش حتى الزايلات هنايا، ما كاينش دعوه ميته هنا، ما كاينش. ما عندنا علاش هنا، ما عندنا لا مرشح ولا يديك ولا يخليك. اللي كيدير شي حاجه كيديرها لراسو، هنا المواطن ميت ما حاسبينوش، منسيين، ما كاينش هنا لا في الجبل ولا في الوطا ولا في اي حاجه. علاش زعما اش كاين؟ حنا كنديروا الطلبات، ما كانش اللي يوصلوا، كيوصلوا كيردموهم كيمشيو. علاش زعما هاد المنطقه هذه ما عندهاش؟ حتى من الطريق الكودرون داوها لهم من هنا، حيدوها لهم من هنا وبدلوها الدواء، ما عارفين الدواء. علاش؟ اشنو كاين زعما؟ علاش زعما علاش؟ واش هذه ماشي هذو ماشي هذو يهود هنا وهذوك مسلمين، هذو مغربيين وهذوك مغرب وهذوك مغاربه وهذو يهود في اسرائيل؟ لا، حنا خصنا واحد القانون نطبقوه على هاد الناس الجميع. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. عندها ما تاكل ولا اخرى انت تشوف، لان وحده راها فين ما تعاود انا هاد الصباح، والقضيه راك كتشوف ديال الجفاف. لا اله الا الله، مع ان ما نديروا الامر بيد الله، الفلاحات حرثت ما جات، والامر بيد الله. لا اله الا الله.
الدواء والو ما كانش. كل شيء الامور ماشي هي هذه. وعاش الملك. دابا كما سمعتوا انتم سمعتوا لهم مباشره دابا بلا ما نقول لكم حنايا وما تسمعتوا التلاميذ ما كيقولوا. دابا انا عندي جوج بنيتات ما نقدرش ندخلهم يقراو، علاش هاد الطريق عامره بالحلوف والكلاب والطريق الواد هنا كيتقطع في المشتى. انا عندي الربح ما نقريش بناتي، اللهم يجلسوا في الدار ولا نجي يقريهم هنا شي نهار يضيعهم شي حلوف ولا شي كلب ولا هنايا. اكثريه المعلمين هنا ما كيجيوش، تقريبا العام كامل يعيا كيقريو شهرين ولا ثلاث شهور. انا كاع عيله بزاف كيقريو ثلاث شهور، كيصيف تقريت هنايا ما استفدت حتى شي حاجه، باقي مازال ما باقي ما عرفت حتى شي حاجه، قريت ست سنين ما عرفت حتى شي حاجه ما عرفها. نطلبوا الحاجه من المسؤولين، هاد الناس المسؤولين هالحاله اللي كيشوفوا اللي كنشوفوا فيها باش يعرفوا بان هاد الشيء راه صحيح، راه ما فيش المزاح. ولا شي واحد يعني من المسؤولين يستحمل هاد الشيء هذا اللي رحنا اللي كنعيشوا فيه، يعني راه هو كلشي كنتظر فيه. ها نتايا وشوف نعم سيدي الحاله كيفاش، وهذا الشيء كلشي الحمد لله عند سيدنا، كلشي كيوفر بان ما كاين كذا. وهاد الناس المسؤولين كيقولوا راه كاين كلشي عندهم موفر، وحنا ما عندنا لا مال والو، عندنا غير رحمه الله. وكنجيبوه ب100 درهم في التراكتور، كنقلوا من الساقيه موسخ 10000 برك باش كنجيبوه وكنديروه في هاد الجابيات هادو باش كنعيشوا الاولاد ديالنا. وباش وما كدوز لناش 10 ايام 15 يوم في هذاك الفياش ديال اللي كنسقوا به 10000. والحاله ضعيفه، وهاد الناس الفقراء اللي هنايا نطلبوا الله، وهاد الناس مسؤولين زعما يشوفوا نشوفوهم في الحاله ديالنا، وهاد الصبيان وهاد الحاله هذه اللي كيشوفوا فيها. بالنسبه للنقل المدرسي راه حنا مازال ما كاينش عندنا في هاد التويريه كامله ما كاينش فيها النقل المدرسي. كيصبر واحد كيقول ان شاء الله راه غادي يكون، وراه قدمنا شي طلبات لرئيس الجامعه، وراه يمكن ان شاء الله غادي كيقول لهم ان واحد المهم الملف راه كيقولوا راه صادقوا عليه اللجنه ديال المجلس، راه قال لك ان شاء الله يمكن ربما فوقاش الله اعلم العام الجاي ولا فوقاش عاد غادي يوصل هذه المبادره هذه. وحنا كنتمناو بالخصوص وبالاحرى بعد المدرسه تكون لها التلاميذ هادو اللي هنايا كيضيعوا ما كيمارسوش القرايه ديالهم، تكون عندهم الدراسه قريبه باش يستافدوا شي شويه. اما الا كانوا يمشيو لبعض راه ما غادي يستافدوا والو، وخصوصا بعد راه اللي كينقاطعوا عن الدراسه. ما عندوش قدره واستطاعه باش غادي يوصل هذيك المدرسه اللي كتقام في التراب ديال ولاد ستوت، يعني تابعه للجماعه ديال زايو، ماشي في تابعه العرو، حنا تابعين مدينه العروي. هذا حنا كنقريو في التراب ديال ولاد ستوت، علاش؟ انما حنا التلاميذ ما غاديش تغامر بهم، يقدروا يمشيو لهذيك البلاصه باش المهم نطلبوا الله السلامه. وما قدروش التلاميذ هذو غادي يمشيو يضيعوا تما اللهم. وكاين في هذه المنطقه واحد الواد، وكاين المهم ملي كتكون الشتاء اغلبيه ما كيقراوش، علاش؟ المعلم دابا كنهضر كيقراو بالتليفون، اتصلوا مع المعلم كيقول لك الا كانت الشتاء ما غاديش نجي باش هاد الدراري هادو ما عندهمش منين يقطعوا. ملي كيكون حاضرين الاباء ديالهم راه كيمشيو في السيارات يجيبوهم، اربعه خمسه السيارات كيمشيو يجيبوهم. وبعض المرات ملي ما يكونوش حاضرين كيبقاو تما في المدرسه مسجونين، هما عندهم الخروج ديال الدراسه مثلا مع 12، الا كانوا غادي يخرجوا مع 12 وجات الشتاء في هذيك الساعه ولا كيبقاو تما حتى ترفد الشتاء فوقاش ما الله اعلم، الا ما جاوش الاباء ديالهم يرفدوهم. والمعلم حتى هو كيبقى مسجون معاهم تما حارس عليهم، انما غاديش يقدر يسمح فيهم عاود ويمشي. ايوا شكرا. اللهم انا هذا منكر، ويحيى الملك والصحراء المغربيه، ويحيى الملك، يحيى الملك، يحيى الملك. دور غادي نفكركم بان ما الصحراء مغربيه وتبقى ديما مغربيه. وعاش سيدنا، عاش الملك. والصحراء راه حنا نموتوا عليها نمشيو عليها من هنا حتى فين ما بغاو نمشيو بينا بولادنا بكل شيء من الدويريه حتى للصحراء.